ملخص للأفكار الرئيسية للمحاضرة الأولى. في هذه المحاضرة أشرنا بأن الإدارة في منهج الإسلام بناء تنظيمي في المجتمع الإسلامي يعتمد على المبادئ الأساسية في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويهدف إلى تحقيق مصلحة شرعية. فالإسلام ينظر إلى أمور الحياة نظرة شمولية بصفته دستورا لحياة الإنسان صالحا لكل زمان ومكان. في هذه المحاضرة تناولنا مبادئ السلوك الإداري في منهج الإسلام، وقلنا إنه التنظيم الإداري في منهج الإسلام يهدف إلى تحقيق هدف شرعي، وتتسع صفة الهدف الشرعي فتشمل كل مصلحة تتمشى مع مقاصد التشريع في جلب المنافع ودفع المضار. وأشرنا إلى أمثلة لمبادئ السلوك الإداري في منهج الإسلام: مبدأ الطاعة، ومبدأ العدل، ومبدأ الشورى، المبدأ الرابع مبدأ العلاقات الإنسانية، المبدأ الخامس مبدأ الوسطية والاعتدال، والمبدأ السادس مبدأ المسؤولية، وأخيرا المبدأ السابع مبدأ العلاقة الحسنة. في فقرة مشروعية الإدارة في منهج الإسلام أشرنا بأنه الإسلام يعني الإدارة في منهج الإسلام هدف أشرنا إلى هدف الإدارة في منهج الإسلام، وأشرنا إلى وجوب الإدارة في منهج الإسلام، وإلى الإدارة السوية في منهج الإسلام، وإجراءات اختيار القادة في منهج الإسلام، وطلب العلم العمل الإداري في منهج الإسلام. وقلنا أنه سألنا عدة تساؤلات تتم الإجابة عنها في موضوع مشروعية الإدارة في منهج الإسلام: هل الإسلام يلزم أتباعه باختيار من يكون أميرا لهم وقائدا عليهم؟ وهل الإلزام هذا يصل إلى درجة الوجوب بحيث لا يصح للجماعة الإسلامية إهماله أو التفريط فيه، أم أن ذلك غير ملزم لجماعة المسلمين؟ وهل القيادة أو الإمارة في مفهوم الإسلام من المطالب الدنيوية التي يتركها لأتباعه يقررون بشأنها ما يرونه صالحا لدنياهم ومتمشيا مع مطالبه؟ أسئلة يعني تمت الإجابة عليها من خلال موضوع مشروعية الإدارة في منهج الإسلام. الموضوع الثالث أو الفقرة الثالثة: خصائص الإدارة في خصائص القيادة الإدارية في منهج الإسلام. أشرنا إلى 10 خصائص قيادية في منهج الإدارة في الإسلام: أول خاصية القوة والأمانة، ثاني خاصية التقوى، الخاصية الثالثة الرفق والرحمة، الخاصية الرابعة التعاون، الخاصية الخامسة الصدق، الخاصية السادسة الحلم والأناة، الخاصية السابعة التواضع، الخاصية الثامنة الشكر، الخاصية التاسعة حفظ اللسان، الخاصية العاشرة والأخيرة الجود والكرم.